أنا طلعت عمري 19 سنة، لأن هلأ عمري 25 24 سنة تقريبا. فرق كبير يعني، تعلمت كتير شغلات وعلمتني الحياة، وما بقتني مثل قبل. تغيرت أولوياتي بالحياة، نظرتي للحياة حتى تغيرت، وهذا شيء طبيعي يعني، مع من مراحل تطور شخصية الإنسان. اسمي لطف الله معوض، طالب سنة ثانية هندسة بفرنسا، إلي 5 سنين مغترب وبعيد عن أهلي بسوريا. أكيد أصعب شعور بيواجهه المغترب هو لما بيسمع صوت أهله ورفقاته بس بيلتفت وما بيلاقي حدا. الغربة هي تجربة صعبة أكيد، ومدرسة كل يوم الإنسان بيتعلم فيها أشياء جديدة. ويمكن دليل المغترب أو دليل الإنسان اللي عايش هالعزلة هو حلمه، حلمه اللي لازم يوصله لبعيد، وحلمه اللي لازم يفرح فيه أهله ومحبينه ويفرح فيه حاله، وحتى يقدر يجاري شعور الغربة وصعوبتها. مهما كان عندك أشخاص قراب منك، أقرب شخص لك هو أنت. أنت لازم تستميت قوتك من نفسك، لازم تتعلم من أخطائك، لازم تقوي حالك، لأنه إذا إنسان ما قوى حاله ما حدا رح يقدر يقويه. إنه صحيح إنسان معرض ليكون أحيانا وحيد ويتمر فترات من العزلة بحياته، ولكن بهالفترات من العزلة الإنسان بيتعلم، بيتصالح مع نفسه، بيقعد مع نفسه، حتى بيكون عنده وقت يتعرف على نفسه أكتر، يقعد بينه وبين حاله ويعرف شو نقاط ضعفه وشو نقاط قوته، شو الأشياء اللي بتزعجه، شو الأشياء اللي بتبسطه. وهيك الإنسان بيتعرف على حاله وبيعرف كيف يمضي قدما إلى الأمام ويتابع مسيرته. يمكن نقطة ضعفي إني أنا لما أجيت لهون كنت ماني متعود على الوحدة، وماني متقبل فكرة إني أكون لحالي حتى. يعني متعود كنت ببلدي بسوريا إنه ما عندي وقت أكون فيه لحالي تقريبا يعني. فهذا كان شعور صعب يعني، قدرت أتغلب عليه. وبالنهاية الواحد إنسان لازم يكون يقعد مع حاله بين فترة والتانية مشان يشوف ويتحدث مع نفسه ويشوف حياته كيف ماشي يعني، وكيف بده يجاري الحياة ويواجه مشاكله بينه وبين حاله يعني. فالوحدة حتى رغم صعوبتها وبشاعتها إلى ميزاتها أكيد يعني. نقاط قوي، نقاط قوي، والله ما عارف شو اكتشفت بحالي. نقاط قوي اكتشفت انه الانسان يعني، وانا بشكل عام وحتى الانسان يعني، قد ما وقع لازم يضل، لازم يرجع يوقف على رجليه دائما يعني. بعد اي عسرة انسان، كل انسان معرض للخطأ يعني بالنهاية، بس الانسان القوي لازم يتعلم من اخطأ، ولو غلط مرة واثنين وثلاثة لازم كل مرة يتعلم شيء جديد ويكون أقوى من المرة اللي قبل. شو خبصت وشو أخطأت؟ والله كان بيودي أقول بس يعني خبصت بحق حالي يعني، بالأمور دراسيا وشخصيا، أكتر من هيك صعب أقول. دائما اتذكر لحظات مع اهلي ورفقاتي وذكريات وطلعات، واقعد اتساءل يا ترى وين هلا بيكونوا رفقاتي من الحياة، يا ترى بخطر على بالهم مثل ما بيخطروا على بالي، خاصة بأول فترة من سفري. بعدين مع الوقت الإنسان بيتعود يعني، تمشي الحياة مجراها.
أكيد كل إنسان بيلتهي بحياته، بس أكيد بتصور يعني إن شاء الله كنت أخطر ببالهم يعني. وهذا الشيء بلاحظه يعني من كثير من رفقاتي، من اهتمامهم فيني، ومن لما بيحكوني وبيسألوا عني وعن أخباري. ف مع إنه أنا ما كثير بيصير لي وقت إني أسأل عنهم، بس دائما بالبال يعني، ما بيمرق يوم إلا ما يخطروا على بالي يعني. هذا الشيء أكيد. بالغرب الإنسان يعني إجباري بده يتعرف على ناس جداد. هلا في تتعرف على كتير ناس جداد، منهم بيكونوا أشخاص مارين بحياتك مرور الكرام يعني، ما بيضاينوا، ومنهم لا. بالعكس، أنا الحمد لله مبسوط بغربتي إنه قدرت أتعرف على ناس بعتبرهم مصدر قوتي، وبعتبرهم ناس مقربين مني كتير، و كثير سعيد انه سنحت الفرصة اني اتعرف عليهم. منهم حضرتك. حب، والله صعب جاوبك على السؤال، بس يعني الحب صعب، الحب متعب. شو بدي احكي لك عن هذا؟ تفضل اسألني سؤال تاني. بالغربة تقريبا كل يوم انت بتواجه شيء جديد بحياتك، فطبيعي يعني خلال كم سنة راح تكون غير شخص، وهذا شيء طبيعي يعني من مراحل نمو الشخص يعني بشكل عام. بس أكيد بالغربة الإنسان معرض للتغيير أكثر من ما يكون في بلده وبين أهله. فيمكن الشخص بعد ما يسافر كم سنة يرجع شخص آخر، حتى أهله ما يقدروا يتعرفوا عليه. أكيد إذا رجعت على البلد أهلي رح يلاحظوا إني أنا ماني نفس الشخص اللي غادرته من 5 6 سنين.